قناة العالم تقدم. موجات قوية ضربت شواطئ البحر. هل سمعت بأمواج قاتلة أودت بضحايا بشرية ودمار هائل على الأرض؟ نعم، هذا ما يسمى بالتسونامي. هي واحدة من أكثر الكوارث الطبيعية المدمرة في التاريخ، تنشأ بواسطة الحركة المفاجئة للأرض أو ثورات بركانية أو انهيارات أرضية. لذلك لا تثق بالبحر وأمواجه العالية. في هذا الفيديو سنتعرف على موجات تسونامي عالية خلفت العديد من الضحايا. لنبدأ.